اليوم البنات طالعين رحلة هم ورنا، انا مش حكون معاهم، هم رايحين لحالهم. اثنين عشان مش معنا محمد. والله ما بتكمل تشد. والله لا تنسوني ولا هالشوة. انا عارف كل حاجة، بكرة بشوف الفيديو. طايرين من الفرحة، طايرين. وانت يا لانا وين لانا؟ وين لانا؟ تعالي تتخبي. لانا معي، احنا طالعين على المول هالقيت عشان نجيب شغلات وحلويات، شيبسات، شوكولاتات للبنات لانه عندهم رحله بكره. متحمسه للرحله يا لانا؟ كثير. وانت يا جوليا؟ نعم. متحمسين؟ كثير. نعم. عمو الباص حكى لي بدنا نعمل لك الشو. عمو الباص؟ رحله. قصدك عمو هيثم. بتحبيه؟ ما سمعت. عادي احكي بصوت عالي، ما هم منا فينا حبايبنا هذول. سلامة لانا. بتقول الروضة عاملة الرحلة هاي على سلامة لانا. طيب يا جماعة خلينا نروح على المول، الوقت تأخر، الدنيا ليل هلقيتها، فبدنا نروح نجيب اغراض للبنات قبل ما نتاخر. يا رب اللهم صل على النبي. لا بديش اشيلك عريس اليوم، تعبت وانا شايلك عريس. يلا والله انت اقوى وحده واشطر وحده واسرع وحده واذكى وحده، انت كل حاجه. يلا 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 يلا. يا سلام والله الجو بارد. انا دفيت حالي. برافو عليكي. وانت يا جوليا دفي حالك يا بابا، دافيه الجو ساقع. ما شاء الله ظلم الدنيا. مع السلامة. سلاف شايف رنا؟ شايفين يا جماعة رنا ولانا فتونا. ايه الحقهم؟ تلحقيهم؟ بتخافيش يعني تمشي في الليل ذي؟ طب روحي يلا، خليني انا وسلاف. هلا والله. متحمسين للرحلة؟ كثير. يلا الله يهنيكم ان شاء الله. هذه الرحله كبيره، كثير كبيره مبينه. ان شاء الله الله يهنيكم. وصلت معقول؟ يلا نلحقهم. يلا اجري 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 اجري. لحقناكم. اشيلك عريس؟ روح روح امشي. عريس ايش اشيلك عريس؟ تسلطت علي انت، كل ما بدنا نطلع مشوار شيلنا عريس. امشي. ايوه اجري. الاجواء بتجنن، الفرق حالي والجو حلو كثير والدنيا ليله. ايوه نجري. القمر داويلنا ماما، القمر داويلنا. كلب يا لانا في كلب لكو، في كلب شايفاه؟ لما يهجم علي بطملك وباخذ على طول. ايوه بس طاملي، اسمنك بدك تشيلي حجر بهجن على طول. طيب لو كان مفترس ليل ولا نهار، حتى لو كان مفترس بخاف. اخذنا المعلومه هذه منك. اي كلب بتشوفوه لو تعرض لكم وهجم عليكم بس طاملوا على الارض. احنا في بنات كمان في المدرسه تبعتنا بخافوا، بنحكي لهم زي هيك. كويس. ايش يا رنا مالك تعبانه مش قادره تمشي؟ امشي، البنات فايتاتك، متحمسات، حبيباتي هذول حبيباتي. ايش شوف ايش حالنا. طب ايوه امشي. ايوه المفروض انت اول وحده. لا يا رنا لا. وصلنا المول. ايش اخترتي؟ شو هاي؟ بيتزا حلويات يعني. وهي ايش؟ مولتي. طب يلا مولتي وبيتزا. يلا انشط وحده في كلنا، اول وحده اختارت. كل وحده قاعده بتختار شكل. طيب خليني ياخذنا ايش كل وحده بتاخذ اللي بدها. شو بدك؟ كتكات. يلا انت بدكش كتكات بابا؟ كندر. يلا حط حاجاتك في السله. يلا مع ماما. بياخذها من غاد. اخر حاجه. بتعرفش من وين؟ طلع لنا شو اختارت. طب ماشي هذه كمان، يلا هاتي كمان اثنين. من وين جبتي؟ من وين؟ هاي شفته انا خلاص. لا ما تاخذيش سته.
بدها تاخذ لها لحالها بس. بس في انانيه بس. انت وخواتك زي بعض. لا بدنا من هذا بدنا من هذا. لا لا هي ثلاث باكيتات هي. لا بدنا من هذا. ايوه ماما. هذا كبير هذا كبير لكل واحد باكيت من حجم الصغير. يلا عصير مانجا. شو هذا؟ يلا 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 هذه شغلات لانا. هاي جيلي تاخذوا اشياء زي هيك. لا هذا لا بدناش في جيلي اكبر. حجم عائلي هذا. زي هيك مين قياس لبزيك ولا أصابع؟ شو هو هذا؟ يلي رحلة أكل مية. خلص هيك المتأكد لنا. خلص خلص هيك خلصنا. يلا هيك شغلات مخلصة. هدول الحاجات لنا في إشي منه؟ لنا إلا في الحاجات هدول يا رنا. لنا إلا في الحاجات هدول. انت تحكيلها بحكي لك كلهم إلا بتعملي لايف. والله يهنيكم. يلا يا بنات يلا. هذه إلي يا. طب حدا يشيل هذا عنا عشان آكل. خدي شيلي يا سوسة. ريحي بابا. أيوة. هات أنت. يلا يلا. بنروح بنحصل ونرجع كسلان. يلا وصلنا الدار. ما شاء الله يا رنا. أنت شايف الدنيا كيف؟ شايف الجو؟ ما شاء الله كأنه الدنيا يعني المغرب. القمر كتير كتير حلو. شايفين يا جماعة؟ شايفين كيف؟ شايفين القمر ما شاء الله. قرب رمضان. سبحان الله أجواء حلوة. صباح الخير. أنا هلقيت صحيت من النوم الساعة 7:10. حروح أرتب البيت وأوضب. أول شغلة حنبه البنات عشان بياخدوا وقت كبير ليلبسوا. وبعدين حوضب البيت وحجهز شنطة الرحلة. وبعدين أنا آخر شي حلبس يعني لأنه أكتر شي بياخد معي وقت البنات. وإن شاء الله دعونا ربنا يسعدنا بالرحلة. شبعانين نوم والله. وإحنا بجالهم يا جماعة لما كانت علينا رحلة نصبح إيش من الساعة 5 الصبح صاحيين. سلاف حكت لها تجيب موز لأنه ما أكلنا حاجة بصراحة لحتى الآن. فحفطرهم بالموز. خد يا محمود. محمود طبعا ومحمود رايحين معنا على الرحله. لا بتاكل بالرحله. وامهم تاكل بالرحله. لا لازم تمسح ريقك يا خالته. خد خد ووزع عليهم. يلا يلا عن جد. وقفت السياره. يلا انا فرحانه قديش. سلاف جاهز ما شاء الله. خذ الشنطه عني يا سلاف. خذ يا ماما شنطه الاشياء. يلا هاي البنات ما شاء الله عليهم سبقونا. بدنا وصلنا مجمع الرحلة. هنتجمع كلنا هان في المكان هذا والبساط حيجوا وياخذونا ان شاء الله. وان شاء الله تكون رحلة سعيدة. ان شاء الله بننبسط كتير. واهم حاجة لنا تاكل الموزة. هاي الباص وصل يا جماعة. فنروح نركب. يلا يا بنات. يلا 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 يلا. ايش بتسوي يا جولة؟ ايش بتسوي؟ تاكل حاجة. يلا صحتين وعافية يا جوليا. يا سلاف عقلبك. ويا لنوشة من الحاجات. لقيت على الألعاب على طول. والله الفطور. راح اورجيكم البصات. كتير في بصات صفين. شايفين؟ هاي كمان هون شايفين؟ كتير كتير في بصات. جوليا عن جد؟ والله هذا مرة جربتها. عم تلعب عن جد؟ جربتها. لمين هاد؟ لمين؟ للانا؟ الك يا لانا؟ لا طلع كيف تلفها. زي شاورما. شاورما خربتيها. ايش بدك تلعبي؟ طب يلا بدنا نروح نلعب. يلا يا بصنا. احنا راكبين في الباص. يلا مين سواق الباص؟ تعالى جولي سواق الباص. عمي جولة بدها تلعب على كل الألعاب.
الله سطره يلا ده شطورة 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 أمورة إن شاء الله يا جماعة تجمهر على الألعاب مش لاقيين وسع نهائيا لا في تذاكر ولا في أماكن حتى السلة مليانة سلاف طلعها الراجل تبع الألعاب بحكي لها اللعبة هاي بس لعمر 9 سنوات من روضة لتسع سنوات يعني أطفال بس هي ما بنفع تركبها لانا كيف مبسوطة؟ الصبايلين تحت بيطلعوا شوية شوية بطيروا شوية شوية اجي نزلوا خلص نزلوا الطيارات نزلوا ايش كيف انبسطتوا؟ لانا مش شبعانة من لعبة الطيارة وجايين بتحكي ما لعبتش كتير خلص فيها لعب تاني يا لانا بنعوضهم بلعب تاني يا ماما على ايش بتطلعي يا لانا فوق على ايش؟ ورجيهم تطلع لعبة الثلاث ان شاء الله ما بعدها نطلعك فيها؟ حاضر حطلعك يا ولدي يا شباب ولدي يا سلام خبت تركبها بس انا رحلة الفتح ايش مالك يا سلاف مش مبسوطة انت؟ لا ليش مش مبسوطة؟ مدينة النور زحمة كتير والالعاب الحلوة حتى مليانة زحمة كتير فسلاف مش طالعة لا تلعب ولا على لعبة طب اطلعي مع اخواتك هيهم طالعين هنا البنات قرروا يطلعوا على هذه اللعبة وهي سلاف بالعافية لما جبناها تلعبها فلعنة هي على فكرة للاطفال بس بدي اطلع عشان انا فضحاني وبدهاش لا تطلع عليها صح؟ اطلع جنبك منفعش يا ماما عشان التوازن عشان انا كبيرة هاي لانا 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 صحيب عليك تخليني العب بألعاب اطفال صحيب انزل 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 عن اللعبة قلت اللعبة يا لانا اشتغلت تسقف لانا 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 ايش مالك يا لانا دختي لانا يا دخت يا خافت لسه ما بلشتش يا ماما لانا لسه ما بلشتش اللعبة يا ماما لانا لانا لسه ما بلشتش ايش يا سلاف سلاف دختي توا دختي والله انا هروب هروب كيف اللعبة؟ بتدوخ كيف يا لانا انبسطت يا جوليا؟ حلوة بس ايش بتدوخ مش قادرة اوقف وحياة الله من كتر ما هي سريعة يا جماعة ما قدرتش اتحكم بالتصوير لا انا صرحت عبت الدنيا صراحة توبة يا بس اذا بتركب اللعبة هاي توبة عن جد حتى حالة دوم كنت ماسكة فيها وعلى الفاضي بتدوقع حتى داي صار اني جعان من كتر ما كنت ماسكة فيها يا الله يا الله بس للأكلة محمد شو كان يحكي بابا الله يسهل عليه بابا ايش بحكي يا سلام رحلة اكل لانا تركب على هاي اللعبة لا مناش تخاف والله حلوة بتجنن اركب انا وانتي بحطك بحضني زي اتوة شوف الناس ما شاء الله قفص قفص صح هاي هاي لا لا يلا بسم الله الرحمن الرحيم يلا سمو بسم الله ما شاء الله بلشنا نرتفع شوي شوي على المنتجع شوي واحد اثنين ارتفعنا كتير كتير على الهدف بسم الله ما شاء الله تعلق يا ماما ان شاء الله ما 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 ارتفعنا كتير كتير شايف البحر من هنا وشايف البدود من هنا احلى البحر شوف من هناك ايش مالك اخر نظره اخر نظره بس لو بابا معانا في القفص صح حاضر هذيك اللعبه حاضر جوليا حطها بس من المصروف في الاكل في الحاجات الاكل طبعا اهم حاجه الشوكولاتات والاشياء صح لا 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 تعلقنا فوق
غدا. جوعتي؟ عن جد ما شاء الله. دعسي جوليا. تعالي يا جوليا. هيني يا ماما، هيني جوليا ضايعة بتدور علينا يا جماعة. استني داخل انا وانت. يلا يلا سموا بسم الله واحكوا دعاء الطعام يا جوليا. احكي دعاء الطعام يا فلان. هم دايرين كده وقلعه ده منا صحتين وعافيه. الحمد لله مثال. الحمد لله. الله يعافيك. الله يعافيك. لا جوليا لسه بياكلوا، بس حاجه زي الواحد شوكولاته. امك بتحط بنات زيك. هاي جوليا شايفه شوكولاته وهي لا بتعينها بمسكره بعد الغدا على طول. أكلوا شوكولاتة. تضحك يا سلام، محلى ضحكتها يا سلام. تعالي زقيها. أنت يا سلام زقيها زقيها. يلا جي يا حصان يلا. ما شاء الله يا جماعة الأطفال بيلحقونا، كله عشان البنات جايين. هاي جوز يا سلام يا أولاد هايهم. غدرنا منتجع النور، حنتوجه ان شاء الله على ميناء غزه. البنات ركبوا في البساط ويلا نسهل طريقنا ان شاء الله. هنا وصلنا الميناء يا جماعه. هاي مرسى السفن. ايش يا لانا بتركبي على الخيل؟ وانت يا سلام بتركبي؟ يلا ركبها. ركبها تعالي. بس بقى لحالها؟ لا انا بمشي معاها. لا تخاف امسكي. يلا امسكي. يلا امسكي. تعالي تركب معها. تعالي وينك؟ اركب معها. ما تخافيش يا عمي. تعالي تعالي خلص يا اخو نزلها. مش راضي خلص. تعالي انا حكيت لك. ما تخافيش يا عمي. اركب يا سلام. حاولي يلا. عيّن حلب يا بنات. ايوه هاي مالك يا سلام. لو طلعت يا سوسو. ايش يا سوسو؟ هاي انا هذا هو مرسى السفن. مش اخذتي مرسى السفن؟ يعني مكان ترسى في السفن. هاي وين تنزلي؟ لا لا بخاف تنزليش. لا انا شفت السمكة يا لانا. لا حتى الان ما شفتهاش. يا حرام ورجوها السمكة. نزلت 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 جوليا قلبها قوي. شفت السمكة؟ شفتها هيها. عن جد شفت السمكة؟ مش مبينة على الكاميرا. بدك تروحي تجيبيها. تروحي تجيبيها جوليا. الله يلا الاولاد كيف قاعدين؟ هي قد ما تقعدوا الاولاد. يا حرام. تعالي تعالي تعالي. تعالي يلا. رجعت على الحاجات. رجعت على الحاجات. بتغيبي شوي. بتغيبي شوي شوي بترجع على الحاجات. اه والله جوليا قلبها قوي. وصلت العروسة. وصلت وصلت لمزهقانة. حركي مليح يا سلافي. سلم ايديك. بدي اروق بعد ما بناتي ما جننوني. احنا لقيتها. طلعنا من المينا روحنا. بدنا نروح على البوظة ان شاء الله. شربت لهم بوظة وقاعدين بياكلوا.
تحت. نزلوا تحت؟ لا قعدنا روحنا يا لنوش. اسرع بالاكل طيب عشان البطعة مشى. طيب بس نتفو هاي سوسو. يلا صحتين وهنا يا بنات، يلا بسرعة كلوا يا ماما عشان نمشي يلا. هاي جوليا ولانا طلعوا يكملوا البوزة برا على المراجيح. اه سلاف وسلاف ولانا. هاي جوليا جتنا البطلة. البطلة جوليا. بالراحة عشان لوزك يا جوليا. لا أنا بعملها هيك ولا للزول دبروها. ايش مالكم؟ قاعد على رجليه. وهيك الحمد لله انتهت رحلتنا على خير، وهينا بدنا نمشي نروح على البيت. يلا. هاي لنوش العسل، ايش كيف الرحلة كانت يا لنوش؟ انبسطتي؟ انبسطتي؟ اكلتي كل الاشياء الزاكية فيها؟ يامي يامي. طلعها الشوكولاتة. اه على وجهها الشوكولاتة. ان شاء الله عقبال كل سنة يا بنات وانتم طيبين، وان شاء الله المرة الجاية ناخذ بابا معنا. ان شاء الله. ان شاء الله المرة الجاية إذا محمد ما طلعش أنا من غير شر مش هطلع. إذا ضلينا طيبين إن شاء الله وعملوا رحلة هاخذ بابا، لو بقعدوا جنب سواق الباص صح؟ صح. محمد يا جماعة مش هاي طل طل الدكتور. اه ليش بدري لسه الدنيا؟ ليش قديش ساعة؟ 4:30 يمكن. انا جاي. ايه ايش بدك تحبي من بابا؟ اه عشان يحكوا له لنا ضاعت بالرحلة. مساء الخير. تلج الدنيا. لانا وجوليا ضاعوا بالرحلة. تمزحي. امانة طيبة. ما لقيناهمش. اجينا بدونهم. هاي اجت لانا ضايلة جوليا، اجت جوليا ضايلة لانا ضايعة. شوفتك. ايش بحبك كثير انا. انا يا عمري ان شاء الله انبسطت وتهنيته. الحمد لله. اقسم بالله وانا قاعد بقول يا الله يا الدار ما اهداها. وين لو البنات تانا كانوا عاملينها. يلا هاتي قلمي يا جوليا. هاي الهدية لك جبت لك اياها. اشوها شاورما. مين جايب اياها؟ انا. امانة شاورما على حسابك جبتيها؟ اه احسن مني. جيت جبتي لي احسن مش الها مصروف في الطشه. اه طيب هيا جايبه لي شاورما.